ما صحة الحديث الذي يقول يأتي يوم القيامة كل 1000 من الناس يدخل الجنة واحد ويدخل النار 999؟ ما صحة هذا؟ هذا حديث صحيح. يأمر آدم يوم القيامة، يأمر الله آدم يوم القيامة زي حين بعث النار، يقول يا ربي ما بعث النار؟ قال من كل 900 وتسعين، ومن كل 999 للنار، واحد للجنة. لكن قال في حديث إن منكم أمتين ما كانتا في أحد لك اشترتا يأجوج ومأجوج، هذه هؤلاء كفر كلهم والسلم واحد من أهل، هذا يدل على كثرة الكفرة في قديم الزمان وحديث، وأن كفار أكثر بكثير بكثير، وأن جنة قليلون، ومع ذلك يأتي على أبواب الجنة يوم وعليها زحام وعليها ضغط من كثرة الداخل الجنة، فالنار أمرها أعظم أكثر، نسأل الله السلامة. لأن أكثر الخلق يتبع هواه ويعصي مولاه ولا يطيع الرسل ولا ينقاد لما جاءوا لك، هذه حال الأكثرين كما قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول سبحانه قليل من عبادي الشكور، ويقول عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما، ويقول في قصة الأنبياء إن في ذلك لآية، بعد كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.